لأسباب سياسية واجتماعية واقتصادية مختلفة انتقلت الكثير من الأسر من الجزيرة العربية وغيرها إلى الإقامة في بقعة كانت تعرف قديما بالقرين، ثم صارت تعرف بعد ذلك بالكويت، وكونت لها كيانا سياسيا واجتماعيا صار يعرف بعد ذلك بدولة الكويت. وكانت أسرة الجناعات إحدى مكونات المجتمع الكويتي منذ تأسيسه. اسم الكويت القديم قبل الكويت القرين، نسبة إلى تل موقعه في إبهيتة في البنك المركزي بجانب المسجد الكبير. هذه المنطقة اللي تحمل اسم منطقة إبهيتة يقع فيها فريج الشيوخ بجانب المسجد الكبير. أسرة الجناعات في بداية القرن الثامن عشر لما قدمت الكويت سكنت في هذا المكان. أسرة الجناعات من الأسر الكويتية والمهمة في تاريخ الكويت منذ بداية تأسيس الإمارة ومنذ أن كانت تسمى القرين. في فريج حمل اسمها بعد ذلك يعرف بفريج الجناعات، ولذلك تركت لها آثارا في هذا الفريج ما زالت موجودة اليوم. وإسهامات هذه الأسرة ومبادراتها المؤثرة جاءت في شتى الميادين العلمية والأدبية والتجارية والدينية، للدلالة على التأثير القوي لوجهاء أسرة الجناعات في الكويت أنه كان لهم حضور قوي مع حكام الكويت، فكانوا مستشاري حكام الكويت منذ تأسيسها. ياسين بن علي بن سري الجناعي كان مستشارا لحاكم الكويت عبد الله بن صباح. محمد بن حمدان الجناعي كان مستشارا لحاكم الكويت عبد الله الثاني. محمد ابن حسين ابن سلمان ابن سري الجناعي وهو جد الشيخ يوسف بن عيسى الجناعي كان مستشارا لحاكم الكويت جابر الثاني أيضا. ومن وجهاء أسرة الجناعات في أيام حكم الشيخ مبارك الصباح سالم البدر الجناعي، وهو يعد من جناعات الكويت الذي استقر في البصرة لإدارة أملاك الشيخ مبارك الصباح. لم يقتصر دوره على الجانب التجاري وإدارة أملاك الشيخ مبارك الصباح فقط، لا، بل تعدى دوره إلى أن يكون ذا صلة وثيقة بالخلافات التي كانت في أسرة الحكم في ذلك الوقت. فكان له دور في إدارة الخلاف ورأب الصدع بين الشيخ مبارك الصباح وأخويه محمد وجراح، كما ذكر ذلك مؤرخ الكويت الشيخ يوسف بن عيسى الجناعي رحم الله الجميع. الجناعات يرجعون إلى القبابنة من قبيلة السهول، وموطنهم القصب من إقليم الوشم في نجد، وهذا ما أشار إليه النسابة فهد بن سعد بن حملان السهلي في كتابه معجم بلاد بني كلاب وقبيلة السهول وأهم أسرها في الجزيرة العربية. أسرة الجناعات من الأسر الشهيرة التي صنعت كما صنعت غير واحد من الأسر في الجزيرة العربية، فصارت تتنقل من مكان إلى آخر بحثا عن طلب الرزق. خرجت من موطنها الأصلي في القصب في نجد، وانتقل جزء من هذه الأسرة إلى البحرين إلى المنامة، وصار لهم ذكر هناك. وهناك حي شهير في المنامة كان يعرف بحي الجناعات، هو الآن اليوم جزء من حي الفاضل. وقد بنى عمر الجناعي في سنة 1797 مسجدا شهيرا كان يعرف بمسجد عمر الجناعي، ثم صار يعرف بعد ذلك بمسجد مقبل الذكير. جزء من هذه الأسرة انتقل إلى الزبارة في شمال قطر وصار لهم ذكر فيها. جزء من هذه الأسرة أيضا انتقل إلى سواحل الإمارات، وجزء أيضا من أسرة الجناعات انتقل إلى الكويت وإلى البصرة. وهناك حي شهير في الرياض أيضا يعرف بحي القناعي نسبة إلى هذه الأسرة. والجناعات أسرة تنتمي لها عدة بيوت، المطوع والمسلم والعبد الإله وبن سري ومنهم العيسى والبدر، ومن بيوت الجناعات أيضا الأيوب والجاسم وبن بدر وبن عبادة وبن ناجي والمهلهل الياسين والبزيع الياسين وبو حمدي وبن سلامة وبن حردان وبن حمدان. من شخصيات أسرة الجناعي الذين كان لهم حضور سياسي قوي في تاريخ الكويت الملا عبد الله بن محمد الجناعي. لما قام الشيخ مبارك الصباح رحمه الله بإبرام اتفاقية المعاهدة مع الإنجليز في سنة 1899 وبدأت العلاقة تقوى بين الكويت وبريطانيا، كان الشيخ مبارك الصباح بحاجة إلى أن يكون هناك وسيط بين الكويت وبين بريطانيا يعمل في دار الاعتماد البريطاني. فوجد في شخصية الملا عبد الله بن محمد الجناعي أهلية للقيام بهذا الدور، فكان الملا عبد الله بن محمد الجناعي يقوم بدور السكرتير في دار الاعتماد البريطاني على مدى 20 سنة منذ سنة 1904 إلى سنة 1924 من الميلاد، ولذلك منحه
ملك بريطانيا في ذلك الوقت جورج الخامس وساما يعد أعلى وسام، خان بهادور بمعنى الفارس الشجاع، وهذا يعد نادرا في تاريخ الكويت أن يمنح مثل هذا اللقب، ولذلك كان الملا عبد الله الجناعي أول كويتي يمنح هذا اللقب. ساهمت أسرة الجناعات في الجانب السياسي في تاريخ الكويت منذ تأسيسها، سواء كان ذلك بكون بعضهم مستشارين للحكام أو مساهماتهم عبر المجالس البرلمانية أو الجوانب الأخرى السياسية في حياة الكويت. الشيخ يوسف بن عيسى الجناعي رحمه الله يعد من أشهر شخصيات هذه الأسرة، وله حضور في كل مجالات الحياة. في الجانب السياسي كان له دور في المجلس التأسيسي والمجلس التشريعي أيضا. أحمد عبد اللطيف بوحمدي الجناعي رحمه الله لثقة الشيخ عبد الله السالم الذي كان وليا للعهد في سنة 1938 جعله وكيلا للمالية للقيام بهذا الدور المهم الذي يعد بداية تأسيس الكويت بعد اكتشاف النفط. ومن المساهمات المؤثرة لأسرة الجناعات في تاريخ الكويت ما يتعلق بالجانب التعليمي، سواء كان ذلك في الحياة التعليمية التقليدية أو في الحياة التعليمية النظامية. عالم الكويت ومصلحها الشيخ يوسف بن عيسى الجناعي رحمه الله، لا أدري عن أي جانب سأتكلم عن هذا الرجل الذي له بصمات في جميع جوانب الحياة في الكويت، في الجانب السياسي، في الجانب الإداري، في الجانب الاقتصادي، وفي الجانب التربوي والتعليمي رحمه الله. ساهم في إنشاء أول مجلس للمعارف وكان عضوا فيه، صاحب تأسيس فكرة المكتبة الأهلية، وهو الذي ساهم مساهمة كبيرة رحمه الله في نقل التعليم في الكويت من التعليم الفردي البسيط التقليدي الموجود إلى التعليم المؤسسي النظامي في سنة 1911 في المدرسة المباركية، لما كان أهل الكويت جالسين فيما يسمى بالمالد، جلسة المولد النبوي، واقترح أن يحول التعليم إلى تعليم نظامي، فساهم الشيخ يوسف بن عيسى الجناعي رحمه الله أولا برأيه ثم بإدارته لهذه المدرسة. فقد ساهمت أسرة الجناعات في تأسيس المدرسة المباركية، كما ساهمت في تأسيس بعض المدارس النموذجية. من أعيان أسرة الجناعات أيضا هاشم عبد الرحمن البدر رحمه الله، والذي يعد رائد تعليم اللغة الإنجليزية في الكويت. لما أسست المدارس النظامية في الكويت قام هاشم عبد الرحمن البدر بتأسيس مدرسة لتعليم اللغة الإنجليزية في وقت تعرض فيه هاشم عبد الرحمن البدر إلى معارضة من كثير من أهل الكويت كيف يدرس هذه اللغة الأجنبية، ثم صار طلاب هذه المدرسة من أنبل أهل الكويت، وأهل الكويت إن شاء الله كلهم نبلاء، لكن تقلدوا مناصب رفيعة. تخرج من هذه المدرسة صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد رحمه الله، تخرج من هذه المدرسة صالح العجيري رحمه الله، تخرجوا من مدرسة هاشم عبد الرحمن البدر لتعليم اللغة الإنجليزية، والذي لم يقتصر دوره على تعليمها فقط مع أنه كان يتقن الإنجليزية، لا، بل قام بإدخال التعليم الصوتي الاستماع والتدريب على تعلم اللغة الإنجليزية بالاستماع قبلها، وهذا كان يعد نادرا في الكويت في ذلك الوقت. ساهمت أسرة الجناعات الكريمة في الجانب الطبي في حياة الكويت، ومن الجوانب المهمة ما يتعلق بمشاركتها في الطب الحديث منذ بداية دخوله الكويت. من أعيان أسرة الجناعات عبد الإله ابن الملا عبد الله العبد الإله الجناعي رحمه الله، الذي كانت له بصمة طبية في تاريخ الكويت المعاصر. استطاع عبد الإله الجناعي أن يعمل في مستوصف المعتمدية البريطانية، نظرا لعلاقة أبيه ما بين الشيخ مبارك و المعتمدية البريطانية في الكويت، فعمل مساعد ممرض في المستوصف ما بين سنة 1909 ميلادي إلى 1918. لما أغلق المستوصف قام عبد الإله الجناعي بافتتاح الصيدلية، أو بالأحرى هي العيادة الطبية، لأن الأعمال التي كانت تمارس فيها ليست بمسمى الصيدلية اليوم، بيع أو توزيع الأدوية، لا، وإنما يقوم بعمليات جراحية بسيطة وخدمات طبية بسيطة. لذلك يعتبر عبد الإله ابن الملا عبد الله الجناعي أول طبيب معاصر في تاريخ الكويت. قد يكون غيره مثل الشيخ مساعد العازمي رحمه الله تعالى له ممارسة، لكن ممارسته في التلقيح فقط، لكن فيما يتعلق بالطب الحديث يعتبر عبد الإله الجناعي أول طبيب. قام بمزاولة هذه المهنة بجوار كشك مبارك
في المباركية اليوم، واللوحة تدل على ذلك، الصيدلية الإسلامية للعلاج وبيع الأدوية، فليس بيع الأدوية فقط وإنما هو علاج وبيع الأدوية رحمه الله. لعبت بعض شخصيات أسرة لجناعات دورا مهما في حياة الكويت التاريخية والتراثية، فمن رجالها من شارك في كتابة تاريخ الكويت وصارت له إسهامات تراثية مهمة، كما شارك بعض رجالها في الحياة الفنية عبر دعمها في المعارض الفنية المتنوعة. بدر الخالد البدر الجناعي رحمه الله الذي له دور في كتابة تاريخ الكويت، وهو صاحب فكرة جريدة الكويت اليوم، وكانت له مساهمات كبيرة تتعلق بتاريخ الكويت وتراثها لما كان وكيلا لوزارة الإرشاد التي صارت تسمى بعد ذلك بوزارة الإعلام، والذي تولى إدارتها ووزارتها الشيخ صباح الأحمد حفظه الله حاكم الكويت. بدر خالد البدر الجناعي لم يختصر دوره على الجانب التراثي والتاريخي، لا، سمت همته لما رحل إلى الهند ودرس اللغة الإنجليزية في أرقى مدارسها، إلى الرحلة إلى بريطانيا لدراسة فن الطيران، حتى رجع إلى الكويت في سنة 1934 من الميلاد وصار أول طيار كويتي. كشك مبارك، المكان الذي كان يجلس فيه الشيخ مبارك الصباح رحمه الله تعالى للحكم، هذا المكان كان مهملا، من أوائل من طالب بترميمه وإعادة بنائه أيوب حسين الأيوب الجناعي رحمه الله تعالى. أيوب حسين الأيوب المربي والأستاذ القدير وصاحب الفن والتراث واللمسات الفنية، والذي قام ببنانه برسم ما يقرب من 600 لوحة تعد من التحف الكويتية، وساهم مساهمة كبيرة جدا فيما يتعلق بالمحافظة على التراث بهذه اللوحات التي كان يشارك فيها في معارض كثيرة داخل الكويت وخارجها. من أعيان أسرة لجناعات العنب مجبل أحمد البزيع الياسين لجناعي رحمه الله، رائد الاقتصاد الإسلامي في الكويت، وممن ساهم في تأسيس العديد من البنوك والشركات الإسلامية في العالم الإسلامي. الرجل لم يكن خريج الجامعات الكبرى في الاقتصاد، لا، إنما كان خريج المدرسة المباركية التي أهلت الكثير من رجالات الكويت. حمل في نفسه مشروعا قيما جدا، وهو محاربة الربا بتأسيس البديل له، عبارة عن بنك إسلامي يسعى إلى أسلمة المعاملات المالية. ولذلك تم تأسيس البنك الإسلامي في أواخر السبعينات الميلادية بدعم من حاكم الكويت السابق الشيخ جابر الأحمد الصباح رحمه الله، وقد ساعده في ذلك العديد من رجالات الكويت، حتى غدا بيت التمويل الإسلامي بعد ذلك الذي أسسه رجال الكويت، ومنهم بمجبل أحمد البزيع الياسين، من أشهر البنوك في العالم الإسلامي، وله عدة فروع في الكويت وفي البحرين وفي ماليزيا وفي تركيا أيضا. من أعيان أسرة لجناعات أيضا الوزير خالد عيسى الصالح المطوع لجناعي حفظه الله. العم خالد العيسى الصالح كان وزير للأشغال في منتصف الستينات في سنة 1964 من الميلاد. الشارع اللي قاعد أمشي فيه الآن شارع الخليج مرتبط بهذه الشخصية الجناعية. أول ما تولى الوزارة كان من مخططات الدولة دفان البحر للاستفادة من هذا المكان لوضع الطريق، وأيضا للاستفادة منه في أي شيء يتعلق ببناء المباني وغيرها. فلما تولى خالد العيسى الصالح الوزارة وأراد أن يدفن، هو بحاجة إلى هدم بعض البيوت والقصور، واجهات بعض البيوت والقصور، فكلم حاكم الكويت في ذلك الوقت الشيخ صباح السالم، هو تولاها في آخر عهد الشيخ عبد الله السالم، وفي عهد الشيخ صباح السالم لما تولى الحكم قال للشيخ صباح السالم رحمه الله: أنا مستعد أنفذ هذا المشروع، لكن لازم أبدأ بقصور وواجهات بيوت ثلاثة من وجهاء الكويت. قال له: من تبي؟ قال له الأمير صباح السالم ونائب الأمير ولي العهد جابر الأحمد وعالم الكويت يوسف بن عيسى الجناعي. بدأ ببيوت هؤلاء الشيوخ، وفعلا لما هدمت واجهات هذه البيوت للدفان استطاع خالد العيسى الصالح حفظه الله أن يهدم الباقي، حتى ترك لنا هذه البصمة التي نمر عليها الآن.
من أعيان لجناعات أيضا خالد سلطان بن عيسى لجنائي، الذي يعد من أشهر أعيان لجناعات الكويت في الجانبين السياسي والخيري أيضا. في الجانب السياسي لأنه كان يخرج من هذه المنطقة، منطقة شويخ، ويشارك في الانتخابات البرلمانية حتى صار عضوا في البرلمان في أكثر من دورة. وفي الجانب الخيري لأن خالد السلطان يعد أحد أشهر أقطاب العمل الخيري في الكويت، وساهم في تأسيس جمعية إحياء التراث الإسلامي. ودور المرأة الإجناعية أكثر من أن يحصر في مثل هذا المقام، لكن من أشهر نساء هذه الأسرة الكريمة الخالة العزيزة موضي السلطان العيسى حفظها الله، والتي تسمى بأم المعاقين. قضت أكثر من 70 عاما في خدمة المعاقين، إما بشكل فردي أو بشكل مؤسسي، وحولت الكثير من الجهود الفردية الكويتية إلى جهود مؤسسية صارت مضرب المثل في العالم الإسلامي كله. ومن نساء أسرة الجناعات نسيبة العبد العزيز العلي المطوع وفقها الله، والتي تعد من أشهر المربيات الفاضلات في الكويت، ولها إسهامات كبيرة في مجال التعليم والتدريب والتأليف، كما أن لها أعمالا إعلامية كبيرة في الإذاعة وفي التلفزيون. ومن نساء أسرة الجناعات أيضا المحسنة الفاضلة والناشطة الاجتماعية بيبي ليوب وفقها الله، والتي استطاعت أن تجمع كثيرا من أبناء وبنات الكويت للمساهمة في تخفيف معاناة كثير من الفقراء والمساكين في الكويت، فأطلقت مشروعات خيرية رائدة تمثل اللحمة الواحدة للمقيمين على أرض الكويت من مواطنين ووافدين، وأطلقت مشاريع خيرية خاصة بالفقراء من الوافدين. ساهمت أسرة الجناعات الكريمة في بناء المساجد في الكويت منذ تأسيسها، ومسجد عبد الله عبد الإله الجناعي تأسس سنة 1912 من الميلاد، بني من ثلث المرحوم محمد بن يوسف المطوع الجناعي الذي أوصى ببنائه، ويقع في شارع الميدان القديم، ويعتبر قديما خارج السور الثاني، أما الآن فيقع في شارع أبي عبيدة شارع الميدان سابقا. من المساجد الكويتية القديمة والشهيرة أيضا هذا المسجد، مسجد محمد بن حمدان الجناعي، وموقعه في فريج الجناعات خلف البورصة. أسس هذا المسجد محمد بن باشق بن حمدان الجناعي في سنة 1260 من الهجرة الموافق سنة 1844 من الميلاد. ما زال المسجد محافظا على هيئته القديمة وبشكله الصغير. ومن مساجد الجناعات مسجد عبد الوهاب، أسسه علي عبد الوهاب المطوع الجناعي وعبد العزيز علي المطوع الجناعي، وقد تأسس في سنة 1941 من الميلاد، وقد هدم هذا المسجد وليس له أثر اليوم. عندنا هنا في فريج الجناعات خلف البنك الوطني مسجد المطوع أيضا. ومن المساجد الكويتية القديمة مسجد ياسين الجناعي في حي الوسط في الكويت، أسسه الحاج ياسين الجناعي في سنة 1784 من الميلاد، وهو لا يزال موجودا. من أعيان أسرة الجناعات أيضا عبد الله العلي المطوع رحمه الله تعالى، والذي له أيادي خيرية كثيرة يصعب حصرها هنا، لكن يكفي أن نعرف أنه دخل عليه مرة أحد الإخوة وذكر له إغاثة لإحدى الدول، فقام رحمه الله تعالى بالتبرع بثلاثة عمارات يملكها وجعل ريعها لهذا المشروع الإغاثي، وأخذ بيد الشيخ أحمد القطار حفظه الله وقال له: اشهد يا شيخ أحمد لا تروح حتى نكتب بذلك كتابا. قام رحمه الله تعالى ببناء العديد من المساجد في العديد من البلاد الإسلامية. لم يعرف عنه أنه بنى مسجدا داخل الكويت إلا مسجد جمعية الإصلاح، لأنه كان يرى أن الحاجة في تلك البلاد، مع أن بناء المساجد هنا أو هناك كله خير مبارك. رحل مرة إلى الصين ومر بصحاري قاحلة، مر بأرض صحراء لا يمر فيها الناس إلا القليل، فقام بحفر عدة آبار في هذه الطريق، فتحولت هذه الأراضي القاحلة بعد الله عز وجل ثم هذه الآبار إلى قرى زراعية صارت بعد ذلك مأهولة بالسكان. ومن لطيف أمره رحمه الله أنه كان كلما وجد شيئا يريد أن يميطه، أذى ولا شيء وسخ في الطريق، أخذه رحمه الله تعالى وقال: لا إله إلا الله. فلما سئل عن ذلك قال: أعلى شعب الإيمان لا إله إلا الله، وأدنى شعب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق، فأنا أجمع بين أعلى شعب الإيمان وأدنى شعبه. رحمه الله.
هذه لمحة سريعة من تاريخ أسرة الجناعات في الكويت، وهي عبارة عن غيظ من فيض وقليل من كثير من تاريخ هذه الأسرة. ولعل هذه الدقائق تبعث الهمة في نفوس أبناء هذه الأسرة أو غيرها من الأسر الكويتية الكريمة لتوثيق رموزها وشخصياتها وما لهم من دور كريم في خدمة دينهم ووطنهم. وثق تاريخ مؤسستك، وثق تاريخ عائلتك، وثق تاريخك الشخصي. آثار للأعمال التاريخية والتوثيق، فريق متخصص وذو خبرة طويلة متميزة. استلم توثيقك على شكل فيلم تسجيلي أو كتاب بإشراف الأستاذ عبد العزيز العويل. آثار للأعمال التاريخية.